أكيد ناطرين إيميلاتكم ومسجاتكم على الفيسبوك، حابين نسمع آرائكم أو بلكي بتوجهوا كلمة، أو إذا حدا عنده اختبار واختبر الرب بطريقة يمكن فريدة من نوعها بلكي بيشاركنا فيه لحتى نقدر نقرأ على الهواء ونستفاد منه كلياتنا. حلو إذا كمان سوري كمان إذا عندهم هيك شيء شجعوا هيدي السيدة، يمكن هي حتسمع أو بتحضر البرنامج أكيد. فيها كمان تتشجع، حتى فينا نحطها على صفحتنا أكيد. بدون اسم أكيد لحتى توصل لكل العالم. وصلنا إيميل من صديقة لنا بتقول: الاغتصاب أو التحرش سواء جسديا أو بكلمات جارحة من أهم الموضوعات ومن أكثر الموضوعات اللي البنت تستحي تحكي عنها. نسبة كبيرة جدا مننا كبنات وسيدات تعرضوا للتحرش أو الاغتصاب، وللأسف كتير بيكون من أقرب الأقربين. أتمنى الأهل يكونوا أكثر حرص من المقربين للعائلة، وأكبر فخ منقع فيه لما الأم ما تصدقش بنتها، ما بتصدق بنتها، ولو قالت لها إنه فلان قريبنا حاول يقرب مني جنسيا، والأم تقول لا مستحيل هذا مثل بابا. وأتمنى المجتمع يغير نظرته للمغتصبة، هي ضحية لشخص مريض ومهووس، وقبل الحكم عليها كل واحد يفكر إنه ممكن بنته أو زوجته أو أمه تكون بمكانها في يوم من الأيام. نظرة المجتمع السلبية بتقوي من الجاني وبتضعف وبتكسر المجنى عليها. يمكن هذا الشيء اللي كنا عم نحكيه، انه نحن بمجتمعنا هيدا ما كثير في قوانين صارمه بهيدا الموضوع، وفي عنا الشرف يمكن هو الاعلى من القانون. بس اكيد انا واثقه مثل ما الرب فتح مجال قدام الست اللي حكت بدون ما تعرف اجت تاخذ زوج الام من البيت، انا واثقه انه الرب بس نطلبه رح يقدر يفتح مجال لحتى تختفي هيدي الأزياء بطريقة معينة من حياتنا. مزبوط. وغريب ليش هالمجتمع يعني البنت اللي اعتدي عليها بيكون حق عليها، يعني هي شو كان فيها تعمل؟ بقول لك وبنعرف نحن بمجتمعنا مرات في ناس بتقولها انه ايه لانه هي هيك، لانه هي عملت هيك، لانه هي لبست هيك، بيطلع كانه الحق عليها. ويمكن هي منا يمكن لابسه اضبط لبس او هيد او يمكن شخصيتها اركز شو ما كان، بس مش معناتها هذا مبرر انه اذا واحد اللي قدامي عامل هيك معناتها انا بحق لي صار سلعه قدامي او بحق لي لانه هو كانه اعطاني مجال. هيدي كمان لازم ابدا ما نوقع فيها ونصدقها، انه خصوص البنت تقول انا عملت هيك او حق علي، او قد ما كانت يمكن البنت او الصبي الصغير او ما بعرف شو اللي عمل يمكن بين لهيدا المعتدي انه ايه عم بيعطيني مجال. ابدا ما بيكون الحق على الطفله ولا الطفل، او حتى لو كان مراهق او مراهقه. وانا كان بدي اريد اشياء كمان مثل ما انت قلتي، لانه مجتمعنا شرقي ففي الاعتقادات الخاطئه انه الرجل عنا بيعتبر انه بيقول انه انا هو الملك، فهيدي الفكره انه هو السيد وهو الطاغي بيسمح يعني كل شيء وكل حدا بحق له تماما يعني. هو بحق له. وفي فكره كمان او معتقد غلط بيستجيب يمكن لغريزته بلحظته وبيرجع بيقول فكر بالاخطاء بعدين. وفي كثير في كذبه كانت بتقول بعقل الرجل، ما بعرف كيف نحط، بس هي موجوده، انه النساء هي ترغب النساء في الاغتصاب. ايه هدول بعض الرجال اللي عندهم اكيد مشاكل وبيحط الحق على المراه وبيقولوا انه، او حتى يمكن بيحطوا الحق على الله، بيقولوا انه هو خلق المراه او الامراه قادره انه تسيطر على حالها بالوقت اللي رجل ما بيقدر يسيطر على حاله. وانا سمعتها كثير وسمعتها من كثير اذا بدك شباب كانوا اصحابي ما كانوا مؤمنين اكيد، بيقولوا انه الله حط فينا هالغريزه فنحن لازم نفضيها بمحل معين، ولكن صارت شهوانيه او حيوانيه نوعا ما اذا هيك، اللي هي ما لها حدود ولا احترام ولا تماما. صديقتنا ماريا بعثت لنا تشجيع بقرا. اكيد. هاي ماريا. ماريا بتقول: هاي يا بنات، حلقه كلها بنات. انا بدي اوجه تحيه للامراه اللي شاركت معكم الاختبار، وهي امراه كثير شجاعه، برافو عليها. انا بدي اشكركم، عم ترشدونا وتخلونا ننتبه ونكون حذرين، انا اشتقت لكم كثير، الرب معكم. شكرا يا ماريا على تشجيعك واستعدادك الدائم تكوني اول المبادرين بالمسجات، واكيد بعد ناطرين انه تحكونا وتبعتوا لنا المسجز. اوكي.